كله تمام نطلع كل المواضيع. لا نسألك عن مواضيع آخر هم مواضيع نجحتي ولا سقطتي. عم بسألك إذا في حدا عم يتغالص حدا عم يحاول يطبق يعني بعرفك تتكتمي على هيك قصص. والله العظيم بخملك لا تتأخر عليه مرة تانية. خلال 5 دقائق بدي المطعم يكون فاضي ما عدا طاولة كابوني بالي. لا تخليه يحس عليك. اعتذر من الزبائن لا تحاسبه. سعطيني مرأي عمار خلص نعطو لك بعدين من الحاميني انت. لك صحيح انا ما سألتك هذا الرجال اللي كان عم يهددني انت شو عملت معه؟ ما عملت شيء. ما انا حيرجع يحكي معي. لا لا ما بتصور. اكل كتير طيب عن جد. صحة وانا يقطع عم بالشورة بقى. طول بالك بتروح بالمو. لك شباك شباك حولتني مثل المعزاية على باب المسلة. مليت وتعبت أعصابي من الوقفة. شو أمرت وتاج راسي؟ شو وين مشكلتك يعني؟ عيب الواحد يمل ويتعب؟ لك لا مو قصة عيب بس ضروري ذكرك إنه نحن لساتنا بداية الطريق وإذا بدنا نمل من البداية كيف بدنا نكمل؟ سيدي مفارقة ولك أجداب كل شي مر بحياتنا كوم واللي جاي كوم تاني. شوف عقيل أنا فتت بالقصة لأنك حاببها ولأنه في بالنص ولد مظلوم بس وحياة عينك قصة المصاري مو بعيني ولا فكرت فيها أبدا. لك أنت بدك تمك وش تعتير وفقر وشرشحة؟ لك مهابلة أنت موظف بالدولة ولا أنا حتى نقول والله بعد ما نتقاعد بكرة بيعطونا معاش دائم. بدنا نظبط أمورنا. خليني رد على التليفون أحسن. أهلين خال. على راسي والله الحمد لله. كيف أمرت خالي وزينة والشاب الظريف عدنان؟ شو؟ شايف لمعت عيونك لما سمعت اسم زينة؟ لا معك 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 خال على راسي. اليوم والله اليوم مشغول كتير حبعت لك مهاب شو رأيك؟ ايه مشان الله ما تواخذني يا خال فعلا لو ما كنت مشغول جيتك براسي. ايه الله معك مع السلامة. أيامك يا عم البلدية هدت له الغرفة اللي عمرنا له اياها ولا بدي عمر محلها؟ ايه مو مشكلة مو مشكلة؟ مبين قلبك عم يقول حق وعم ترقص من الفرح. خلص بقى ولو روح الله يجعلها من نصيبك الهي بجاه كلمة له جاه عند رب العالمين بشرفه انك بتطير عقل ما في منها. الله يسوقك على بكي. شو هرب ما هرب؟ شو القصة؟ شو هرب؟ من 5 دقايق هاتي غسل ثيابه بعد ما كب عليها أكل. إلا شباكة الحمامات؟ إلها بس كيف حس؟ اللي عم تحكي هذا الحكي؟ بوس إيديكم لازم تمسكوه والله بيقتلني. وين راح؟ والله ما بعرف. شلون ما تعرفين؟ ما كان معك؟ إيه بلا كان معي. فعلا حمامي غسل ثيابه. طيب شرفي معك؟ لا عندي شرف معك. لوين يعني؟ على المخفر. مخفر؟ مخفر شو؟ أنا شو لي علاقة؟ ما لك علاقة بس في كم سؤال لازم تجاوب عليهم. بوس إيدك لا تبهدلني. أنا طالبة جامعة مو شي مش بهدلة. الله يوفقك. لا شرفي إذا سمحتي ما بدنا نعمل شو شرى. الله يخليك داخلي على عرضك لا تاخذني على المخفر. الله يوفقك. يا أختي اهدي شوي ما رح أسهل معك شي بس رئيس القسم لازم يشوفه. حياة أمك وكل عيلتك لا تاخذني على المخفر. والله إذا دري أهلي بيذبحوني. الله يوفقك. لا يا عيني هني كلمتين وبس ما رح يدروا أهلك ولا شيء. طيب طيب شو بدك بجاوبك هون بس تاخذني على المخفر؟ بحياة الله بحسر على حريمك. الله يوفقك. لا
استغفر الله يا عمي، ما حدا حيحكي معك. أنا بعرف، بعرف منكم أوادم، بس بخاف حدا من أهلي يشوفني. الله يوفقك لتاخذني على المغفر. يا أختي طولي بالك، أنا معي أمر من رئيس القسم ما بحسن خالفه، مشان تهدي امشي قدامي وكأنه ماشي لحالك. منيح هيك؟ بس بلا المغفر الله يخليك. ما بحسن، هذا أكثر شيء بقدر سألك فيه، ما بدنا نضيع وقت. يلا هلا هيك أنت عم تلفتي نظر، اهدي شوي وكلها شغلتك خمس دقائق بعدين ترجع على بيتكم. أنا رح روح معك. مشان شو؟ شو مشان شو؟ هذا مجرم بده يرجع يعمل لي مشكلة، أنا لازم أشوف صيانة العقيد.